اجتماع اللجنة الأولمبية السعودية يحدد مشاركة اللاعبين المقيمين ضمن المشاركات الرياضية الرسمية. الأخضر يختتم ودياته بنصف درز في أستراليا والمسعد، يشيد بانضباطية اللاعبين. أنباء عن استبعاد النصر لماجد والهريفي من المدعوين لافتتاح المتجر، ورابطة الاتحاد تطير لدعم المنتخب في أستراليا. حافظ المدلج يكشف النقاب عن رابطة الأندية المحترفة ويسلط الضوء على رابطة اللاعبين المحترفين. الأهلي يكسب ودية القادسية الكويتي بهدفين، والدوسري والعابد يبدأان علاجهما في الهلال. أنتم تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية في موعدكم الثابت 11:30 والذي نناقشه في أحداث الكرة السعودية. نبدأ كما اعتدتم بأخبار الشوط. أبدى رئيس شؤون المنتخبات الوطنية محمد المسحل رضاه عن المعسكر الإعدادي الذي يقيمه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حاليا في مدينة ملبورن الأسترالية، استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب أستراليا. وبين أنه تلقى العديد من التقارير الفنية والإدارية أكدت انضباط والتزام اللاعبين بالمواعيد وسط ارتفاع الروح العالية وإحساس اللاعبين بأهمية المباراة، مشيرا إلى أن ذلك هو الأمر الذي شاهده بعينه بعد وصوله إلى ملبورن. كشفت مصادر مقربة من نادي النصر أن الإدارة بصدد توجيه دعوات خاصة لعدد من اللاعبين القدامى من أجل حضور حفل افتتاح متجر النادي خلال الأيام القليلة المقبلة. وأشارت مصادر أخرى غير مؤكدة إلى أن المسؤولين عن توزيع الدعوات استبعدوا من القوائم الدوليين السابقين ماجد عبد الله وفهد الهريفي بسبب اختلافهما مع الإدارة الحالية برئاسة الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي. تغادر رابطة مشجعي نادي الاتحاد برئاسة صالح القرني غدا إلى العاصمة القطرية الدوحة، ومنها إلى مدينة ملبورن الأسترالية من أجل مساندة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مباراته المصيرية والحاسمة أمام نظيره الأسترالي، وذلك في ختام التصفيات الآسيوية المؤهلة للمرحلة النهائية المؤهلة إلى مونديال البرازيل 2014، بعد أن تكفل أحد أعضاء شرف نادي الاتحاد الذي لا يرغب في ذكر اسمه بمصاريف السفر إلى أستراليا، وشارك عيد الجهني المشرف العام على فريق الاتحاد في دعم الرابطة، وكذلك عضو مجلس الإدارة صالح باهويني. أدى لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريبين اليوم الجمعة خلال المعسكر الذي يجريه الفريق في دبي، وأجريت الصباحية على ضفاف شاطئ البحر والحديقة المجاورة لمقر إقامة البعثة، حيث تركزت على التدريبات اللياقية فيما تركز ميران العصر على الجوانب التكتيكية في الملعب. ووصل عصر اليوم الثنائي عبد العزيز الدوسري ونواف العابد تمهيدا لبدء برنامجهما العلاجي إثر الإصابتين اللتان تسببتا في استبعادهما من قائمة المنتخب الأول. ومن المنتظر أن يصل مساء اليوم الثنائي سلطان البيشي وسلمان الفرج للانضمام إلى المعسكر بعد عودتهما من المشاركة مع المنتخب الأولمبي. كسب فريق الأهلي الأول لكرة القدم مباراته الودية التي خاضها اليوم أمام القادسية الكويتي بهدفين دون رد، سجلهما حمود عباس في الدقيقة 87 وعبد الرحيم جيزاوي في الدقيقة 88، وذلك ضمن معسكر الفريق الإعدادي المقام حاليا بمدينة دبي. وجرى بين شوطي المباراة تبادل الدروع التذكارية بين النادي الأهلي ونادي القادسية الكويتي، حيث سلم محمد البناي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية درع ناديه للأمير فهد بن خالد رئيس النادي الأهلي، والذي سلمه درع مماثلا. كما سلم راشد حسن الهيدي عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة دبي لكرة القدم درع ناديه للأمير فهد بن خالد، فيما تلقى رئيس الأهلي درعا آخر من علي النعيمي مدير الإعلامي بنادي الجزيرة. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا في بداية الحلقة أن نرحب بضيفينا معنا في الاستوديو الدكتور حافظ المدلج، بس ما راح أقول أكثر من خلاص، بس كيف براكان صديقي، براكان صديقي براكان
شكرا لوجودك معنا. الله يحييك. سعيدين بوجودك. الله يخليك. يعود للساحة الإعلامية الرياضية من جديد الكاتب الصحفي والناقد الرياضي المعروف والمخضرم أستاذ عبد الله الضويحي، كاتب صحيفة الرياضية. مساء الخير أبو بدر. مساء النور. سعيدين بوجودك معنا. وأنا أكثر. شاكرين لقبول الدعوة. لا لا العفو، حق واجب. روتانا لها قيمتها لها تقديرها، وأنت شخصيا والدكتور حافظ أيضا. بس لازم تعدنا ما تكون الأولى والأخيرة يعني. بإذن الله إن شاء الله. طيب نبدأ مباشرة باللي انتهينا فيه امس، كان عن موضوع الاستاذ فيصل عبد الهادي. ممكن نتكلم عن الاستاذ فيصل عبد الهادي، انه بعد ما صدر القرار انه حق الرجل الان انه ينصف من الاعلام. الرجل كان في مرمى السهام في الفتره اللي كانت فيها مشكله الامانه مع في مباراه الاهلي والشباب، وفي الاخير صدر القرار انه 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 كل شيء كان يعني مضبوط كذا، نجيبها بالمختصر يعني، وانه الاستئناف نادي الشباب على استئناف الاتحاد القدم لم يقبل، والتفاصيل اللي ذكرناها بالأمس. احنا تواصلنا مع سافيس عبد الهادي اليوم وطلبنا من الرجل انه يكون له تعليق. ذكر بالحرف الواحد انه ما علق سابقا ولن يعلق لاحقا، وانه يكفي من كل هذا الموضوع بحسب وصف الرجل، انه تعرض لهجوم اعلامي غير مبرر من بعض مسؤولي الأندية، وتعرض لهجوم اعلامي غير مبرر من بعض الاعلاميين ولم يعلق، يكفي في كل الموضوع وثقة رموز الرياضة، وأنه في نهاية المطاف القضية انتهت، والرجل لم يفكر في يوم الأيام بمحاباة أحد على أحد، وأنه ما علق سابقا ويشعر أنه ما في أي داعي أنه يعلق الآن. يمكن أنا وتحليلي الشخصي، وهذا تحليلي مش كلام فيصل عبد الهادي، أنه الرجل لا يريد أن يظهر بمظهر أنه خلينا نقول الشامت أو المنتصر أمام أي أحد، هو يرى أنه قضية رياضية انتهت وخلاص. نبدأ بهالموضوع، تعليقك عليه أبو بكر. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أولا لازم أبارك لك المنزل الجديد ما شاء الله. أنا طلعت معك من 4 حلقات كل حلقة في الاستوديو، فأبارك لك المنزل الجديد، بعدين أبارك لك أكثر بالجائزة أفضل مذيع رياضي عربي 2011. والحقيقة أنه هذا إنصاف جاء من الخارج، ودائما الإنصاف دائما يجي من الخارج، بالذات لنا إحنا في الوسط الرياضي. الوسط الرياضي دائما يكون قاسي علينا، فدائما الحمد لله دائما الانصافات والارشادات تجي من الخارج. فهنيك وهني روتانا من قمة الهرم إلى الموظف اللي جاب لنا الشاهي، مبروك، لأنه هذا كله انتصار لك والروتانا، وثقة كانت في محله وبرنامج أثبت وجودا. تقدم برنامج يومي، أنا أعتقد أنه عمل انتحاري، لكنه مدامك لازلت حي كويس. فيصل عبد الهادي أخو عزيز، أنا عرفت فيصل لما كان مدير منتخبات يعني في 2001 أول ما انضميت للرجل إداري من الدرجة الأولى. يعني هو عنده حس الإعلامي وحس الفني بحكم أنه اشتغل فترة طويلة مدير كرة بنادي الاتفاق. أحيانا في قضايا تصير ويكون فيه لابد من كبش فداء، ولابد أنه يكون فيه يعني كان فيه خطأ وكان فيه مشكلة صارت. وفي ذيك اللحظة ما كان الإعلام ولا كان الوسط الرياضي مستعد أنه ينتظر إلى أن تنتهي القضية بملابساتها وإلى آخره. فكان القرار أنه لابد أنه يكون في علاج لهذا الخطأ، وكان القرار الحقيقة أنا يمكن قلت الكلام هذا أكثر مرة، فيصل عبد الهادي ووليد السقا وناصر السعدي ثلاثة من أفضل الموظفين اللي في الأمانة العامة، لكنه حدث خطأ وتناول الإعلام على أنه خطأ، والإثارة الصحفية اللي تابعته وشكاوى الأندية وهو على أنه خطأ، وكان لازم لصانع القرار في الرياضة أنه يتخذ قرار، واتخذ قرار في ذلك الوقت بناء على المعطيات. لكن بس ثبت الحين دكتور أنه ما هو خطأ. أنا عارف، بس قاعد أقول لك في ذيك اللحظة هل في هذاك الوقت، إذا تسمح لي، هل المفروض الآن اتحاد القدم للأمانة وللإنصاف لرجل خدم ولرجل الآن ظهر في الموضوع كله، بالنسبة خلينا نقول لي أنا شخصيا ما أبغى أنسبه لأي أحد في الوسط الرياضي، يعني ظهر أنه كان كبش فداء، ألا يستحق بصراحة فيصل عبد الهادي بعدما ظهرت الحقيقة كاملة أي موقف إيجابي من اتحاد القدم، أو أي موقف خلينا نقول على الأقل تعليق، ما نقول رجعوه أمين عام الاتحاد القدم، لكن نوع من الموقف الإيجابي تجاه الرجل؟ والله شوف، أولا ما أقدر أتكلم، يعني أنا أوكي عضو اتحاد. لا رأيك الشخصي اللي ما يمثل إلا رأيك الدكتور حافظ. أنا رأيي الشخصي إنه فيصل حتى وإن ترك الاتحاد لازال يعني مكانته موجودة، وكون فيصل أنا الآن عندنا أمين عام مكلف
ولا زال البحث جاري عن أمين عام في ظل رفض الزميل عبد الله الساري إنه يتولى المسؤولية كاملة، دليل على إنه هذا الكرسي ساخن جدا، من الصعب جدا أن تجد يعني من يملأ. ممتاز. وبالتالي وفيصل ملأ لفترة طويلة، أنا أعتقد إنه فيصل أثبت جدارته في أشياء كثيرة، ومهما كان يظل أبو عبد العزيز يعني محل نفسه قريب، وأنا من الناس على فكرة اللي تواصلي معه الحمد لله. يستحق موقف من اتحاد القدم؟ يستحق موقف مو من اتحاد القدم، يستحق موقف من الرياضيين كلهم. من اتحاد القدم لا موقف رسمي، الرياضيين إن شاء الله لا خلنا نقول موقف رسمي. إيه أنا مثل ما كان الرجل أبعد بقرار والآن صار مثل كبش فداء، يستحق إنه موقف رسمي من اتحاد القدم. أنا متأكد إنه يعني صانع القرار في اتحاد القدم لا يمكن إنه يعني أصلاً، على فكرة ترى فيصل لما ابتعد في ذيك الفترة كان ولا زالت علاقته بصناع القرار في اتحاد القدم من أفضل وأقوى ما يكون. أبو بدر وأنت إعلامي كده مخضرم، كيف تقرأ أنه فيصل عبد الهادي في تلك الفترة والذي أبعد يعني شخص رسمي يمكن ما يبغى يتكلم علشان وضعه الرسمي، لكن أبعد الجميع توقع أنه بعد ما يبعد خلاص يعني أنا ما عاد عندي حسابات، أبعدت ما في شيء يخاف عليه والعلاقات خلاص يبدو أنها انتهت بهذا القرار، مع ذلك الرجل لم يخرج ليتكلم بحرف واحد رغم كل الضغط الإعلامي اللي كان وجه له شخصي خلاص لأنه مش موجود بشكل رسمي وما عنده حسابات يخاف عليها، خلاص أبعد من المنصب. كيف تقرأ عدم التعليق وتقرأ اليوم أن الرجل حتى يرفض التعليق؟ بسم الله. عفوا والله شوف، أولا بالنسبة لموضوع فيصل لا أريد أن أتكلم عنه، لكن أنا أعتقد أنه أنا ناقشت الموضوع نفسه وكنت أدور في هذا الاتجاه في مقال كتبته في وقتها لما كان احتجاج الشباب، يعني كان يدور في هذا الإطار نفسه وكان في خطأ على عند الشباب وكان واضح أساسا من الخطابات اللي تبودلت مع الاتحاد الرسمي لكرة القدم والأنظمة واللوائح واضحة، وكان فيه يعني أنه القانون دائما يقول أنه لا يحمي على ما قالوا المغفلين، حنا نتهم نادي الشباب بالمغفل لكن هذا المثل بصورة عامة أنه القانون لا يحمي كذا أخطأت، يعني خلينا نجيبها بالصورة هذه. هذه ألطف وأخف. إيه لا أنه لا يحمي، كنت فيه لوائح وحاضر ورشة عمل وكل شيء، فكونك أخطأت يعني ليش غيرك مثلا ما أخطأ، لكن خلينا من هذا الموضوع. لما نجي الموضوع لأبو عبد العزيز، أولا البرا كان أقرب وتكلم عنه فيما يتعلق، لكن أنا أعتقد أولا بصورة عامة للأسف احنا عندنا هنا بسرعة دائما لابد ان يذهب ضحية كبش فداء كثير، ليس في مجال الرياضة ولكن في مجالات كثيرة احيانا يكون الضحية الشخص ليس له ذنب او نتيجة لاي سبب معين، لابد من التضحية بمسؤول معين برئيس معين برئيس قطاع معين، يعني يكون احيانا هو كبش كنوع فداء من الاجراء كنوع من الاجراءات لابد ان يعني هنا اعتبرها، هل تعتبرها امتصاص ردة فعل، هل تعتبرها معالجة للموضوع مؤقتة، يعني كائن ما كان، لكن تظل العلاقة على ما قاله معروفة من اللي أصدر القرار أو اللي صدر ضده القرار، أحيانا هم يمكن قد يكونون أيضا علاقات قوية. نجي لأبو عبد العزيز، هي ترجع أولا لذات الشخص، في نوعية من الناس محترمة وتحترم رأيها وتحترم نفسها وبالتالي يقول أنا عارف نفسي وواثق من نفسي والمسؤول عارفني وواثق، فأنا ما في داعي أنه أنا أبدأ في تصفية حسابات حتى مع المسؤول أو حتى مع الوسط الآخر، أن أجي وأقول لا أنا مظلوم، هم عارفين كل شيء أمامهم. وبعدين دائما أنا يهمني ما أتكلم عن نفسي بصورة عامة، يهمك الإنسان العاقل اللي يدرك الأمور، أما الإنسان الآخر اللي يأخذون المواضيع بحساسية ويأخذونها بنوع من التدخل الميول أو الانتقاد أو الشخصنة أكثر من أنها العمل، فهذا اللي ما يهم الإنسان أنه رأيهم فيه أن يأخذ معهم أو يعتذر لهم أو لا يعتذر أو يبين وجهة نظر لهم، لأن لو بينها لابد أن يأتي شخص آخر وينطلق من هذا التبيان إلى أشياء أخرى قد لا تخدم القضية. يستحق رجل موقف رسمي. الرجل يستحق التقدير، يستحق موقف رسمي من اتحاد القدم خلال الأيام القادمة أنه حدث كذا كذا واعتذار والله تراجع كنوع من التقدير للرجل. لا هو شوف تقدير الرجل أولا يعني برز في براءته من أعلى سلطة في العالم، يعني لم يبرز هذه البراءة من اتحاد كرة القدم على سبيل المثال عشان نقول قد يكون فيها نوع من الدفاع عن أحد منسوب الاتحاد في يوم من الأيام. عندما يأتيك التقدير، وكنا نقولها كان قبل شيء يقول يأتينا التقدير من الخارج، عندما يأتيك التقدير وتأتيك صك البراءة من أعلى سلطة رياضية في العالم، فأعتقد أن هذا هو أكبر تكريم. لو اتحاد القدم أخذ هذا الموقف يكبر لاتحاد القدم؟ المفروض طبعا. طيب الخبر الثاني اللي او الاخبار اللي معانا اليوم، المسحل ابدا فيه معك ابو بدر. هالخبر المسحل يشيد بانضباطيه لاعبي المنتخب السعودي، الاخبار تتواتر بشكل يومي من المعسكر،
كل الأخبار إيجابية، مباريات نكسبها، مستويات مقنعة إلى حد ما، انضباطية لاعبين، راحة نفسية للاعبين، ما بقى إلا اللي نشوفه في الملعب أمام أستراليا. والله الحمد لله، أولا أنه يعني اللاعب السعودي ما هي غريبة، يعني كون أنه يشيد بالانضباطية أنا أعتقد أن هذا ما هو شيء غريب على لاعب المنتخب أنهم يكونوا منضبطين يعني في معسكر، خاصة في هذه المرحلة. أنا أعتقد أنه المرحلة القادمة هي من أصعب وأخطر المراحل اللي مرت على منتخبنا في الفترة الأخيرة. طبعا لا، حتى يمكن من 30 سنة لم يمر الموقف المنتخب السعودي بموقف مثل ما يمر عليه الآن. المباراة هي من أقوى وأخطر مباريات. أكثر ما نخشاه على المنتخب السعودي في هذه المباراة العامل النفسي فقط. فنيا أنت تشوف المنتخب؟ والله أنا متفائل ونعتقد أن فنيا لا يقل عن المنتخب الأسترالي، لأنه ترى على فكرة لو ترجع لتاريخ المباريات، إحنا مشكلتنا أنه التصفيات بدأت في بداية الموسم، اللاعبين راجعين من إجازات يعني حتى ما بعد استعادوا حساسيتهم على الكرة، بس ما كان في إجازات يا بدر، اللاعبين مساكين يعني. بس اضطر ياخذ معسكر في معسكر، اضطر ياخذ إجازة شهر ونص بعد التعب، فرجع لك يعني ما بدأ حتى يستعيد لياقته، يعني عادة ياخذها قبل، يرجع قبل موسم بشهر ونص شهر. لا، فهذه إحدى الإشكاليات أنه التصفيات، ثم أن يعني فبدأت مع بداية الموسم، وأعتقد أن الناحية الأخرى لم يكن هناك مدرب، تأخر وصول المدرب أو الحصول على مدرب، أيضا إعداد الفريق كان لا يعني ما المدرب ما تعرف على إمكانيات الفريق، ما قدر ينسجم مع الفريق يعده، فهذه المشكلة اللي واجهتنا في البداية، لذلك خسرنا من عمان وخسرنا من أستراليا. كان على الأقل أنت ما تخسر المباراتين وهذه تساعدك. فالآن الفريق بدأ، ولذلك أنا أعتقد أنه فنيا ما عنده مشكلة. المشكلة من الناحية النفسية أنه تخشى أي شيء لا سمح الله طارئ في المباراة يؤثر على خوف على المنتخب السعودي فقط نفسي دكتور؟ والله شوف، يعتمد على المنتخب الأسترالي، أنا في رأيي أكثر المنتخب السعودي. أنا أتوقع المنتخب السعودي سيعطي العطاء اللي يستطيعه، إذا أستراليا اللاعبين اللي فيها بذلوا مجهود وكأنها مباراة مهمة بالنسبة لهم، مباراة مصيرية، ستكون في خطورة كبيرة على المنتخب السعودي. إذا المنتخب الأسترالي دخل المباراة وهو ضامن التصدر المجموعة وضامن التأهل وما عنده أي خوف، وبالتالي ما عنده شيء يخسره، ولو مدرب قرر يجرب بعض اللاعبين الجدد ولا يستدعي، يعني أنا واضح أنه حتى الآن لم يستدعي اللاعبين الموجودين في أوروبا، إذا هذه الأمور هذه المعطيات، وبالتالي المنتخب الأسترالي يعني لم يتعامل مع المباراة بجدية كاملة، تكون فرص المنتخب السعودي أكبر. لكن أنا عودتني كرة القدم أني ما لها أمان. أنا أعتقد أنه إحنا ضيعنا فرصة التأهل المضمون مباراة عمان في الرياض، كان المفروض أن إحنا نفوز، وكان المفروض أن إحنا الحين ما نتكلم عن مباراة أسترالي. لكن منتخبنا عودنا في السنوات الأخيرة أنه يتركنا إلى اللحظة الأخيرة وننتظر خدمة من أحد. الآن الوضع في صعب مباريات جدا. حتى الخدمة ما نفعتنا، يعني إحنا نذكر صحيح. عدد من المباريات، كوريا الشمالية كانت بيدنا في الملعب وما كسبنا، البحرين كانت بيدنا في الملعب وما كسبنا، العمان كانت بيدنا في الملعب وما كسبنا، ونبغى نعد يعني حتى على مستوى الأولمبي حتى. أنا أقول لك هي مشكلة، هي القضية. أنا أقول إنه العوامل الأخرى الجانبية اللي أنت ما تكون يعني دائرة في الحسبان، يعني ما في بالك إنك في آخر لحظة لاعب والله مثلا ما يعرف يموت اللعب، ولا خبرة تخونه، ولا مدافع يخطي، ولا هذه أشياء هي أحيانا يعني أنت بكرة مثلا لا سمح الله يوم الأربعاء لا سمح الله ممكن يكون في طرد في بداية المباراة، ولا يكنسل لك كل مجهودك. عشان بس النقطة اللي أبغى أقولها أنه أحيانا يكون العمل سواء الاتحاد وعمل المدرب وعمل الأخ محمد المسحل عمل ممتاز، ولكن هي في النهاية في يدها ال 11 رجل اللي في الملعب، يا يصيروا الرجال ويجيبون النتيجة، يا أنه مثلا واحد منهم كافي، واحد يعني يصير الرجال حارس مرمى، واحد حارس مرمى أو مدافع أو مهاجم ذاك اليوم ما يعطي العطاء المطلوب منه كل المجهود يروح. وبعدين إحنا مشكلتنا العبرة بالنتائج، يعني مثلا لو ما تأهلنا بنعلق المقالص لمحمد المسحل ولريكارد واتحاد القدم وللجميع، وقد تكون غلطة لاعب. إحنا لما الفريق يؤدي في الملعب ويقدم مباراة ويخسر، يعني دائما إحنا نقول اللي صار في كرة اليد، المنتخب السعودي أمام المنتخب الكوري الجنوبي قدم كل ما يمكن أن يقدم في لعبة كرة اليد. لا يمكن تشوف المباراة وتقول اللعيبة ما لعبوا، ولا تقول اللعيبة أعطونا زيادة، ولا ليش ما سويتوا اللي المفروض يتسوى، سووا كل شيء، خسروا. وبعد المباراة طلعنا في البرنامج وقلنا يعطيكم العافية، ما لا يمكن نطلب منكم أكثر من اللي أنتوا سويتوه. مشكلتنا إذا اللاعب دخل الملعب وما سوى شيء. بعدين بس أبغى أسألك عن شيء، في ناس كثير تحتاج إنه اللعيبة صاروا اليوم رجال،
ولا نبغى لعيبه يكونون رجال؟ في ناس تقول يعني ايش القصد انتم يعني اذا ما فازوا اليوم هم رجال؟ هذه تعبيرات بس انقلها لكم انت تبغى تعدي. انا ما بقضية التعديل. انا اقول دائما لاعب يعني خلني اتكلم بصراحه. احنا عندنا لاعب نسميه لاعب نادي ولاعب نسميه لاعب منتخب، وانا مؤمن بهذا الكلام، مؤمن انه في لاعبين على مر تاريخ السعوديه قدموا مع انديتهم كل شيء وقدموا مع المنتخب ولا شيء، ولاعبين قدموا مع المنتخب مع انديتهم نفس العطاء، ولاعبين قدموا في المنتخب عطاء اكثر. المنتخب بحاجه اليوم الى اللاعب اللي قدم مع المنتخب عطاء اكثر، اما لاعب في المنتخب في النادي يحرث النادي ويحرث الملعب ويسوي كل شيء ويصاب ويكمل ويقاتل على الكوره ويجي في المنتخب وتشوفه يلعب على الوادي. الاجواء في النادي لا اريح من المنتخب. لا ما هي بالاجواء، يمكن الاجواء هي قضيه استشعار. يمكن في ناس في المنتخب يعني معليش يقصد نفس اللاعب. هي قضيه استشعار مسؤوليه. انا لما البس الشعار الوطن خير لما البس شعار النادي. هذا المفروض. اي معليش هذا المفروض. بس كمان انا بعد في الغرف المغلقه لما تسد نفسي وتسوي لي مشاكل وتغثني وتضايقني معليش يا دكتور طيب. وتقول لي بعد خمس دقائق انزل الملعب وخلي نفسيتك حلوه واعطني اداء كمان بشر. فاصل قصير بعده نعود لمواصله الحديث مع ضيف. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقه. نرحب بمستمعي روتانا اف ام في المملكه العربيه السعوديه الدكتور حافظ المدج والاستاذ عبد الله ضويح مضيف الحلقه. الجزء هذا حنخصه على رابطه المحترفين استهلال لهالموضوع. نطلع بالتقرير التالي ثم نعود. بالأمس القريب تم الإعلان عن تغيير مسمى هيئة دوري المحترفين السعودي إلى اسم جديد كان عنوانه رابطة الأندية المحترفة، وتم إسناد إدارته للأستاذ محمد النويصر في خطوة غريبة، حيث أن الرابطة خاصة بالأندية وهي من ترشح وتنتخب الرئيس والأعضاء لا أن يتم التعيين من قبل الاتحاد. ثم دعونا نعرج يمينا، حيث قرار تقليص عدد اللاعبين الأجانب من 4 لاعبين إلى 3. وهل هذا القرار الخطير كان من المفترض أن يصدر من الرابطة أم يكون للأندية رأي نافذ فيه؟ فالأندية هي من يحق لها أن تقرر خفض عدد اللاعبين أو زيادته، لا أن يأتي القرار مسبقا من الاتحاد دون أن يتم أخذ رأي هذه الأندية ومعرفة ظروفها ورغباتها. بعد هذا دعونا نتجه شمالا لنضع جسرا يربط بين أمرين مهمين. فعندما يكون لديك رابطة للأندية المحترفة فمن الطبيعي جدا أن يكون هناك رابطة أخرى للاعبين المحترفين، كما هو مطبق في مختلف دول العالم المتقدمة كرويا. ثم إن كانت هناك رابطة للاعبين المحترفين فمن سيكون رئيسا لها؟ هل سيكون لاعبا سابقا أم سيتم تعيينه من قبل الاتحاد السعودي كما حدث في تعيين رئيس رابطة الأندية المحترفة؟ كل هذا يحدث ونحن نعيش الاحتراف في مرحلته الثانية منذ 20 عاما. فهل فعلا نحن نطبق الاحتراف أم ابتلينا بهذا الأمر ولم نستطع التصرف معه تصرفا يقودنا إلى حيث القمة؟ طيب نشكر الزملاء على هالتقرير. دكتور أسئلة كثير أسئلة في هالتقرير. خلينا نبدأ بالسؤال الأول اللي هو محمد النويصر في خطوة غريبة، حيث أن الرابطة خاصة بالأندية وهي من ترشح وتنتخب الرئيس والأعضاء لا أن يتم التعيين من قبل الاتحاد. وإحنا نتناقش اليوم في فريق الإعداد حول هالموضوع، قالوا الظاهر يبدو واحد من الزملاء، مشكلة الزملاء عشان ما تحس انه هذا رأيي، بس واحد من الزملاء يقول يترك شكل الموضوع اللي يتغير، بس شالوا كلمة هيئة وحطوا رابطة وخلاص وانتهى الموضوع. من نواب فيصل نويصر يعني ايش تغير؟ توضيح يا دكتور. يعني اولا يعني كنا في السابق رحبنا بالمشاهدين، فنرحب بالمستمعين ونقول لهم ديروا بالكم من ساهر. شوف تغيير المسمى الهيئة إلى رابطة كمسمى أنا ما أعتقد أنه هذا هو الأساس. السابق الهيئة في صيغتها السابقة كان فيها رجال أعمال وكان فيها 5 من أعضاء الاتحاد وكان فيها خبراء وكان فيها ممثلين قانونيين وكان فيها مجموعة، يعني كانت تشكيلة الهيئة وضعت من خلال شركة الخليجية للاستثمارات، يعني وضعت هيكل إداري للهيئة وكان مشكل من خليط من الكل، وكان ايضا في ممثلين للانديه يعني كان في 3 يمثلون الانديه كلها. اللي حصل بعد كذا انه الحقيقه يعني اولا صار في صعوبه في اقامه اجتماع لمجلس اداره الهيئه، كانت يعني بكل صراحه تحدث يعني احداث غريبه، وكل ما اقر موعد اجتماع صارت
قضية على السطح في الرياضة تستوجب تأجيل الاجتماع، وما كانت الصيغة الهيئة أو بالشكل المجلس إدارة الهيئة كان مرضي عليه، لكن كان الهدف من تأسيس السابق هو تلبية احتياجات الاتحاد الآسيوي حتى نمكن الأندية السعودية والمشاركة آسيوية، وهذا حصل ولا لا؟ يعني شيء صوري كان؟ لا مو شيء صوري، عندنا كانت متطلبات الاتحاد الآسيوي 10 نقاط، واحدة منها تشكيل هيئة دوري المحترفين، والاتحاد الآسيوي كان طالب أنه رئيس هيئة دوري المحترفين يكون هو نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم اللي في ذاك الوقت كان نواف بن فيصل. والاتحاد الآسيوي كان يعني محدد إطار عام لهذه الهيئة. احنا لما خلينا نقول شبينا عن الطوق وصرنا يعني اكثر نضجا قلنا تعال ليش نطبق الكلام اللي يقول، ليه ما نجي نشوف بيست براكتس في انجلترا واسبانيا والمانيا وايطاليا افضل التجارب. فوجدنا انه التجربه الانجليزيه تقول انه في رئيس تنفيذي للهيئه وفي رئيس تنفيذي للرابطه ومدير تنفيذي للرابطه وممثل اتحاد كره القدم وممثلين من الانديه وأنه هذا البست براكت. والاجتماع على فكرة اللي يصير دائم وعمل الهيئة محصور بممثل الاتحاد وممثل الهيئة أو رئيس الرابطة أو مجلس إدارة الهيئة أو الرابطة المكون من الأندية، هذا يجتمع على الأكثر مرتين في السنة. فطرح الموضوع، ولكن مسألة الآن في الفترة الحالية عراب هذه الهيئة أو الناس اللي أنشأوا هذه الهيئة لابد أنهم في السنتين الأولى اللي هي فترة مجلس إدارة الهيئة يبقون ويكملون، وبعد كذا عشان كذا ترك النواسة. طيب خلنا أقول لك شيء دكتور، مشاركنا أبو بدر في الموضوع، أنتم حطيتوا النواسة لكم تقولون أنه هو اللي بدأ الموضوع، ومن مصلحة الرابطة أنه من يقودها الآن يكون شخص على علم ببواطن الأمور طبعا لمدة سنتين قادم. طيب بعد سنتين قررتوا أنتم مثلا، اسمح لي، قررت أن تتحول الرابطة إلى لجنة أو جمعية أو اتحاد أو ما أدريش، ممكن تصير تسمية جديدة، وبعدين نقول من مصلحة الجمعية أو الاتحاد أو اللجنة الجديدة أنه الشخص عراب اللجنة لمدة سنتين وعراب الرابطة لمدة سنتين هو من يقود الجمعية، وبالتالي نقعد سنتين الأندية. والسؤال العريض الذي ظهر وبدر أخذ رأيك في الموضوع، أنه كيف يبدأ عمل الرابطة وهو تغيير الاسم من هيئة لرابطة حتى تقرر الأندية مصيرها، أنه رئيسها بالتعيين، ليش ما كان في اجتماع للرابطه وتنتخب رئيس؟ ناخذ راي ابو بدر ونترك لك التعليق. والله شوف، اولا هي القضيه انه عمليه التغيير في حد ذاته تغيير ايجابي ايا كان ان شاء الله، يعني الى ان يثبت العكس. لكن انه ما هو مهم من المسميات، هي هيئه او رابطه، هو المهم ما بعد هذه التسميه. صحيح. طبيعه العمل. صحيح. يعني الان الدكتور حافظ اعترف بصوره ضمنيه انه الهيئه الماضيه كانت هيئه صوريه لمجرد تمرير مواضيع زي ما حصل بالنسبة لنا قبل 20 أو 30 سنة، وكنت متبني موضوع عضويتنا في الاتحاد الآسيوي للإعلام الرياضي. لابد أن يكون عندنا جمعية للصحفيين الرياضيين، وكنا نعاني من حضور الاجتماعات الاتحاد الدولي وغيرها، فشكل هيئة بمجرد أنه هذه عندنا هيئة وهذا نظامه وهذا وهذا إلى آخره. فما أقول أنه يعني والله الهيئة، لأنه الآن تكلم براكان، يعني الهيئة الماضية نفاجأ أنه فيها أعضاء رجال أعمال وفيها، لكن أنه لم تجتمع نهائيا. يعني هل المبرر والله أنه وجود أحداث رياضية أعاقت الاجتماع؟ ما أعتقد. تقبل أنت؟ أنا ما أعتقد. أنت بالنسبة لك مقنع؟ لا، غير مقنع دكتور. أنا أقول لك عدم الاجتماع لوجود أحداث رياضية. أنا سبق في أكثر من برنامج وأكثر من مقال وأكثر من حتى اللقاء الاجتماعي أو غيره، وحتى في تويتر وفي غيره، كنت ولا زلت أقول أنه الغلطة الأكبر في تاريخ الثلاث سنوات لهيئة دوري المحترفين هو عدم اجتماع هذه الهيئة. والكلام هذا قلته في أكثر من مكان، ولكن هذه غلطة، وأنا واحد من الناس اللي أعتبر نفسي مسؤول عن الغلطة وأعتذر عنها، وسواء كان اللي منع اجتماع الهيئة ظروف سمو الأمير نواف وقتها، ولا ظروف الهيئة، ولا ظروف الأندية، ولا أيا كان، لكنها غلطة. لكن أنا أرجو أن لو كانت هذه الهيئة مجرد هيئة صورية كان ما شفنا نتاجها اللي موجود على الأرض. ما كان في تنظيم إعلامي بدون هذه الهيئة، ما كان في تنظيم للدوري بدون هذه الهيئة، ما حصلنا على 4 مقاعد في آسيا بدون هذه الهيئة، ما تجربتنا تروح يعني تدرس في لبنان وفي الأردن وفي عمان، والآن عندنا طلبات من البحرين ومن الكويت ومن دول أخرى أن احنا نروح نقدم التجربة. هذا الكلام أنا ما أحب أن احنا يعني نأخذ كلمة ونبني صح. عليها ونقول والله هي سوريا. أنا أقول هذه الهيئة، بس النقطة لو سمحت فضل بدر، هذه الهيئة اللي صارت في 3 سنوات
لم تكلف خزينة الدولة ريال واحد. أنا النقطة دي ترى أرجع أقولها أكثر من مرة. ليش؟ لأنه غيرنا جو اشتغلوا في لجان ورصدت لهم ميزانيات بعشرات وبمئات الملايين وما سووا شيء. هذه الأيام لم تأخذ ريال واحد، بالعكس أعطت اتحاد القدم ملايين وأعطت الأندية ملايين وسوت تدريب للحكام وتدريب لذا وبنت مراكز إعلامية في الملاعب وسوت أشياء كثيرة وأعطت الأندية كل نادي لا يقل عن مليون في السنة. هذا العمل كله ولم تأخذ ريال واحد من الدولة. يا جماعة الخير، يعني ودي أن احنا دائما لما نجي نطرح هذا الموضوع. عندكم مشكلة في الدوري المحترفين مع الإعلام، يعني بادي أحس أنه في الفترة الأخيرة الإعلام أنتم تحسون أنه كان متطرف في السلبية تجاهكم. صح، مو بس معنا، أنا أتكلم بشكل عام يا أخي. أنا أتكلم مع واحد من أخواني قبل كم يوم يقول أن احنا مشكلتنا في مجتمعنا أن احنا نريد النقد. يعني لو تجي القطاع الاتصالات في السعودية تطور كبير، لكن من فينا يمدح قطاع الاتصالات؟ يا أخي أنا أروح دبي أحسن من السعودية في كل شيء إلا الاتصالات، وأقول كلام هذا على الهواء. دبي أفضل من الرياض ولا أي مدينة سعودية في كل شيء إلا الاتصالات، ومع ذلك ما فينا أحد يجي ويشيد بالاتصالات. عنا متعودين نسميها أسماء سيئة وننعت شركات الاتصالات والمسؤولين اللي فيها مع أنهم نجحوا قدموا في نقلة كبيرة من أيام ما كان الجوال ب10,000 إلى اليوم، ومع ذلك ما نشيد. هنا ندور للسلبيات. طبيعة تفكير السعودي أن احنا نركز على الجانب السلبي وننقد ننقد ننقد. عندنا فن في جلد الذات، وما أبغى أدخل فيه جوانب أخرى، لكن حتى على الجوانب الاجتماعية كل الجنسيات الأخرى ممتازة إلا الشاب السعودي والبنت السعودية، ونعرف الألقاب اللي تنقال عنهم في الرسائل وفيك. ليه حنا ما نجي نشوف أنفسنا من جوا ونقول إحنا ناس كويسين وعندنا كوادر قاعدة تنج؟ يا أخي اتحاد كرة القدم ما بتحدد أي قطاع فيه ناس من 30 و40 سنة لا زالوا موجودين. هي الدوري المحترفين الشخصين الوحيدين اللي فيها اللي هم من بدأوا ترى 2001، ما بدأوا ترى من القرون الوسطى، محمد النويصر وحافظ المدلج. لكن فيها الآن حوالي 20 اسم شباب زي الورد، ناس معهم ماجستير في فيفا بروجرام، ناس معهم ماجستير في فوتبول اندستري، ناس معهم ماجستير في سبورت بزنس، ناس معهم ماجستير في التسويق الرياضي، وناس جايين. هذا الجيل ومحمد النواصر يطلع في البرامج يقول ترى أنا 2014-2015 ستارك لكم الرياضة. من المسؤول اللي يجي في يوم من الأيام ويقعد على الكرسي يقول أنا بترك الكرسي بعد 3 سنوات؟ هذا الفكر اللي جاي بتهيئة دور المحترفين. يا أخي أتمنى أن حنا نجي نقول يا ليت كل الناس زي هيئة دور المحترفين. أنا ما أتغنى فيها لأني واحد من اللي فيها، لكن في جيل جاي. إذا الجيل هذا يدري، أنا كنت ودي أجيب لك مثلا يعني ضيوف من اللي في الهيئة، لكن أنت عانيت معي في أني أحاول في بدر الشمر ومحي الدين الناظر ونايف السبيعي وفيصل القحطاني وعصام السحيباني وأحمد العقيل أني أجيبهم يطلعون في البرنامج، لكن ما حد يبغى يطلع لأني يقول أنا بتكلم ساعة ونص بعدين أنا بجي أقول كلمة وبعدين بيجي المذيع الحبيب الصديق الودود زين، ويجي الضيف اللي معه، وبكره الجرائد يمسكون قضيه. انا ذاك مره طلعت معك في برنامج قبل 4 شهور حكينا ساعه ونص كلمه واحده قلتها ونسجت فيها مقالات وملاحق صحفيه شعرت حظ انا ايا كان. طب خليني اقول لك شيء دكتور، بس اسمح لي انا تركت لك يعني لا خذ راحتك إيه تركت تعبر براحتك لانه حقك انه السؤال اللي القى ابو بدر كان سؤال قاسي، لكن خليني اقول لك في 3 محاور يا دكتور مع الهيئه سابقا والرابطه حاليا، واسمح لي لو السؤال طويل شوي. الاعلام، الجماهير، مسؤولي الانديه. الجماهير عندها مشكلة كبيرة جدا مع هيئة دوري المحترفين في مسألة بيئة الملعب. صحيح. المسؤولين الأندية عندهم مشكلة كبيرة جدا عشان نمشي على نفس الإيقاع مع مسألة المداخيل. علمونا مداخيل ما تعلمونا. صحيح. الأرقام ما تعلمونا. الإعلام عنده مشكلة كبيرة جدا عشان نفس الإيقاع زي ما قلت لك في مسألة الشفافية. كل واحد يجينا في هالبرنامج يا دكتور وانت تعرف انه احيانا لما تشوف واحد يدخل هيئة دور المحترفين في موضوع ما له داعي نقوله ما له داعي، هيئة دور المحترفين هنا ترى ما لها علاقة. بس القاسم المشترك بين الجميع يقولون يا تركي مو راضين نقتنع ولا احنا قادرين نفهم انه ليش الارقام والعقود ما تعلن، مناقصات الدولة تعلن في الجرائد، ميزانية الدولة تعلن في الجرائد، ميزانيات صفقات للدولة تعلن في الجرائد، كل شيء له علاقة بالمال يخص الدولة يعلن في الجرائد. هذا النوع من التحفظ خلى الإعلام والجماهير يقولون إيه
ما صلحونا بيئة الملاعب، خايفين على الفلوس ومضيعين الفلوس. أنت تعرف يا دكتور، وفي مكالمة صارت بيني وبينك، قلت لك يا دكتور وبمنتهى الصراحة وبقولها اليوم على الهواء، إنه في ناس تشعر، واسمح لي في السؤال، إنه والله شكل دكتور حافظ المدلج ومحمد النويصل يسمسلون ما يبون أحد يدري. وقلت لك هالكلام إنه في ناس عندها الآن وصل الشك لدرجة كبيرة، ليش يبغى يعلن؟ حافظ المدلج مستفيد، يحط فلوس في جيبه هو النويصل. وقلت لك أنا الكلام كان قاسي، عطنا توضيح في هالثلاث عوامل زي ما تحب. اولا انت واضح انك يعني وصيت بدر وضربت مثال بالعزيز الغايب ابو احمد مساعد العصيمي، ويبدو ان بدر بخبرته اختزل كل السؤال العصيمي في سؤال واحد. شكرا ابو بدر، اعطيتني فرصه اكمل. انا ابغى اجاوب على النقاط اللي تقولها. اولا الشركات، انا الحين على الهواء اقول يا زين، يا امارات، يا ماستر كارد، يا تويوتا، إذا أنتم تسمحون بإعلان أرقامكم الإعلام يبغى يعرف. والآن KPMG الشركة اللي مسؤولة عن الفيفا والاتحاد الآسيوي والاتحاد الإنجليزي ومانشستر يونايتد وعدد من الأندية الكبيرة اللي نحترمها، هي الشركة المسؤولة عن هيئة الدول المحترفين. أستاذ عبدالله الفوزان، أستاذ طارق السدحان اللي هم يعني ممثلين الشركة في السعودية، أنا أقول لهم أرجوكم إذا في فرصة أنكم تجون في برنامج روتانا خليجية وتقعدون مع تركي العجمة وتتكلمون عن قضايا هذه الأقلام، وليش الشركات أحيانا ما تبغى تعلن. شركة زي مثلا أبغى بس أقول ما عندهم مانع إحنا نتواصل معهم. أنا أعطيك أرقامهم، أنا بعد البرنامج بعطيك أرقامهم كلهم. القضية أن إحنا الهيئة ما عندنا شيء إحنا نخبيه، لكن أنا لما يجي راعي عندي يقول أنا أرعى الدوري السعودي وأرعى مسابقات أخرى ويهمني في تعاقداتي وفي علاقاتي أني ما أظهر هذه الأرقام، أنا لازم أحترم رغبة الراعي. أنا الآن لو أسألك أقول لك بدون ما أسأل، لو أسألك أقول لك شركات الاتصالات اللي ترعى الأندية السعودية هل تعرف عقودها؟ كلها تخمينات. إحنا نجي نقول والله يمكن هذه 85 ويمكن هذه 45 ويمكن هذه 35، لكن ما عندنا رقم دقيق نعرفه، لأن الشركة عندها تعاقدات أخرى ما تبي أحد يعرف. هذا بالنسبة للأرقام. لكن بقول لك شيء، بس بقول لك أنت، أنا عندي أرقام. أنت شعرت إنه الناس بدت تقول حافظ ومحمد النويصل يسمسون؟ لا، في ناس، بس أنا بالنهاية شوف يعني يمكن ما يعني ما 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 زكي نفسي، لكن لو ارتكبت كل الأخطاء اللي ممكن ارتكبها البشر في الدنيا، لكن موضوع المال أنا حاط راسي وعارف إنه مستحيل، ولأني لو أنا أبغى يعني، ومحمد النويصر نفس الشيء، بس أتكلم عن أمدامي أنا اللي موجود الآن وتحت القسم مثل ما يقولون، لو يوم تعرضنا لإغراءات يعني ليس لها أول ولا آخر، ولكن واحد يعرف أنه في النهاية بنحط في القبر لحالة ما يمكن أكل نفسي ولا عيالي شيء. اللي يتهمني أنا أعرف أن التهم بيرجع لي، فمن يزعل؟ والله ما أزعل من أي اتهام جاني في هالمجال، الحمد لله واثق من نفسي واثق من تربيتي. لكن أرجع مرة ثانية وأقول من حق الناس تعرف. الآن الأندية بتجتمع خلال أسبوعين في الرابطة، ومن حق ممثلي الأندية أنهم يقولون يا رئيس الرابطة عطنا هذه الأرقام. هذا واحد. هذا موضوع ما تبغى تكلم، تبغى نتكلم عن نقطتين الباقيات. أي تفضل. بيئة الملاعب، بيئة الملاعب مسؤول عنها رعاية الشباب، مسؤول عنها مكاتب رعاية الشباب، مسؤول عنها مدراء الملاعب، مسؤول عنها وزارة المالية اللي تقدم مخصصات في هذا المجال. الإدارة الهندسية، المهندس فهد الدويش يقول احنا طلبنا مثلا 90 مليون يجينا 11، احنا طلبنا 50 مليون يجينا 14. القضية قضية انه ما في الآن المسؤول في وزارة المالية وكثير المسؤولين في الدولة ما عندهم القناعة بأنه يعني في كثير ناس يقول والله يا اخي شوفوا ملعب قطر. ميزانية الاتحاد السعودي لكرة القدم كانت من اول ما عرفت الاتحاد 18 مليون، السنة هذه ارتفعت بعد يعني سخاء الملك عبد الله ودعم الرياضة وصلت إلى 31 مليون. لكن الاتحاد القطري جيراننا اللي مع قطر كلها، كل قطر ما فيها إلا 12 نادي واثنين منهم عسكريين، يعني قطر ما فيها إلا 10 أندية فعلا، واثنين نادي الأخوية نادي الشرطة، هذه أندية عسكرية. ميزانية الاتحاد أكثر من 100 وحوالي 150 مليون، إضافة إلى 10 مليون تدفعها عندهم لجنة احتراف تعطيها أي نادي يجيب فيها، يعني النادي يقول أبغى اللاعب الفلاني يروحون يشترونه له، أبغى المدرب الفلاني يجيبونه له، هم يجيبونه. في فرق في الصرف كبير بين ما يحدث في قطر، وهذا ينتج في الملاعب. الآن في عمل كبير في بيئة الملاعب لكن يأخذ وقت. الملاعب اللي عندنا مهترية يعني قديمة جدا، فعشان تطور في الملعب، ويمكن أي واحد يعني عنده خلفية بسيطة في الكونستراكشن يقدر يجاوب على هالشيء، ملعب
عمره 50 سنة ولا 60 سنة زي ملعب الأمير فيصل بن فهد، عشان أجي وأطور بيعته وركب فيه بوابات إلكترونية ولا أطور الكيترينج وأسوي فيه بوفيهات ولا وركب فيه كراسي، يحتاج وقت طويل. هذا الوقت هذا يحتاج لوقت، لكنه بيصير لكن الناس مستعجلين. بيصير. أنت عطيتني طيب تاريخ دكتور. أنا غلطت لأن الشركة قالت لي في 15 نوفمبر. بس هذا كلام مسألة إلكترونية. إيه. خطأك أنت. لا خطأ أنا خطأ إني وثقت في الشركة. أنت الحين لما انتقلت لهذا الاستوديو الجديد، لو جاك اللي بينقل لك الاستوديو وقال لك يا تركي يوم السبت الاستوديو جاهز، وجيت أنت للمشاهدين وقلت لهم يوم السبت الاستوديو جاهز، وجاء يوم السبت الاستوديو ما جاهز، تطلع أنت الغلطان ولا المتعهد اللي ما نقل الاستوديو؟ أنا راضي إذا أنك أنت تشوف أنا غلطان، يا جماعة الخير أنا غلطان. لكن أنا لما قابلت العربية في ذاك الوقت كان المدير التنفيذي للشركة قدامي، وكان معي نايف الثقيل، وقول له نايف هذا المدير التنفيذي للشركة، يقول 15 نوفمبر، وهو يهز رأسه يقول إيه، ما الشركة ما وفت بعدها. لكن أنا ما أرجع يعني مثل ما عندنا مثلا يقول لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم، يعني ما في داعي أن إحنا البوابات بتركب وبيت الملاعب تتحسن. تأخرت ما يخالف، ماني بقول لك إنه مو بغلط، لكن أيهم أحسن إني قاعد 50 سنة ما تطورت بيئة الملاعب، ولا جت ذا الهيئة اللي يعني الناس حاطين دوبهم ودوبها وطورت وحركت المهن راكدة. إحنا من خلال البرنامج الآن قلت عبد الله الفوزان وطارق السدحان، راح نتواصل معاكم إذا أنتم قررتم. الدكتور حافظ الآن يقول على الهواء إذا أنتم قررتم تعلنون الأرقام، رابطة المحترفين وهي دور المحترفين ما عندها أي مشكلة. أيه. الآن الكرة ألقيت في ملعب عبد الله الفوزان وطارق السدحان في KPMG. أعطونا الأرقام، الإعلام السعودي، الجماهير الرياضية تبغى تعرف الأرقام. الأخوان في هي دور المحترفين الآن برأوا ساحتهم تماماً، ما عندهم أي مشكلة. أنتم أعطونا الأرقام خلوها تطلع، وإذا ما تبغى تطلع الأرقام علمونا وش الأسباب عشان نطلع في البرنامج ونقول للناس ترى في أسباب مقنعة عند KPMG 1 2 3 4 ما تقدر نطلع الأرقام، ويغلق هذا الموضوع تماما، لأنه هذا الموضوع نروح ونرجع نبغى هالأرقام. الجماعة ما عندهم مشكلة، الكرة مرمية في ملعبكم. أبو بدر، قراءتك لكل هالكلام اللي صار؟ أولا أنه يعني هو كله يدور حول الرابط على كلمتين أو ثلاثة، لأنه استرسل ما شاء الله بركان. هي لما قال أنه هيئة دوري المحترفين، أنا ما قلت أنها صورية، طبعا أنا لا أتراجع عن الكلام اللي قلته، لا مو تراجع، لأن أعرف أنه في عمل، طالما أنه في عمل تم سواء كان العمل خطأ أو صح فمعناه أنه في كيان موجود. لكن كلام الدكتور حافظ أوحى، يعني لما يجي يقول والله إلا الهيئة شكلت علشان الاتحاد الآسيوي ويقول فيها الأعضاء الفلان وفلان ولم تجتمع، هذا يعطيك أي متلقي سيوحي له بأنه الهيئة صورية، بينما هي في الواقع هي اشتغلت. لكن أنا أقول أنه عمل الهيئة كان بطيء، يعني نتيجة لأخطاء كثيرة حصلت وشرحها سواء كان المتعهد، يعني هل عدم وجود لما تجي هيئة لا تجتمع لمدة كم سنتين ولا 3 سنوات من تشكيلها لم تجتمع نهائيا، ألا يعطل هذا جزء من العمل؟ يفترض أنه المسؤولية ما تكون على شخص واحد فقط أو شخصين، يعني الجمهور الآن أو الإعلام ما حق أنه يتهم حافظ المدلج أو يتهم النويصر، طالما أنه لا يعرف الحقيقة أنه هيئة مكونة من 10 أشخاص لا يعمل فيها إلا شخص واحد أو شخصين أو 15 شخص، يعني 2% فقط من أعضاء الهيئة هم اللي يعملون، أو مجلس الإدارة لا يجتمع لا يبادر بالآراء لا يبادر، هذه طبيعي أنه يجعل التهمة قائمة واردة. طيب دكتور، بصراحة بمجرد أعلننا عنك أنك موجود في برنامج، وإحنا الحقيقة نشكر وفائك دائما مع برنامج كرة وكل يعني الأخوان في هذه الدور المحترفين، لكن أول ما قلت دكتور حافظ مدلج ضيف معانا، يعني تقريبا 10 من الزملاء في الصحافة الرياضية قالوا لي اسألة إيش موضوع، يعني ليش قال على من ينتقدوه ما بعد خط شنبة وينتقدني إذا كان عنده رأي مختلف اليوم؟ أنه ورأوا أنه هذا التعبير كان قاسي مع المختلفين معك يا دكتور. أنا قلت قبل شوي أنه كانت حلقة مميزة وجميلة بتميزك، يعني وتميز أبو أحمد كان معنا مساعد العصيمي وكان فيها معلومات كثيرة. أنا كنت أضرب مثال بالدكتور خالد التركي كشخصية رياضية، الله يمسيه بالخير أبو فيصل، كان مكسب الاتحاد السعودي لكرة القدم لما تشكل في 2001. خالد التركي من أكثر اللاعبين مثالية يمكن في كرة القدم السعودية، لعب في نادي النصر وكان مثال لاعب يعني في ذاك الوقت، وراح ودرس وخذ دكتوراه ورجع وأصبح رئيس الشعبة السياسية في مجلس الوزراء.
وتمكن الأمير سلطان بن فهد الأمير نواف فيصل من جذبه للرياضة ومسكه لجنة الاحتراف. رجل بهذه القامة تتوقع أنه لما يجي أحد يناقشه واحد يعني على الأقل عنده خبرة رياضية، عنده خلفية. إحنا عندنا مثل في نجد، يمكن أبو بدر أعلم مني بالأمثال، لما نجي نقول والله فلان ما بعد خط شارب، نتكلم عن واحد صغير جدا. في يوم من الأيام أنا كنت في المنتخب السعودي في 2001، وجاء واحد قالوا إنه يبغى يقابل مدرب المنتخب ذيك الأيام، كان أعتقد اسمه سلوبودان. فجاء واحد ولد صغير جدا، ما أنا يعني ما أعرف ناصر، ما نعرفه كإعلامي، كان والله رحت للجريدة اليوم، هذا نصا وكان فيصل عبد الهادي موجود وفيصل يذكر الكلام، أنا رحت للجريدة اليوم قلت أبغى أصير صحفي، قالوا لي شوف المنتخب معسكر في الملز، رح جيب سوي مقابلة مع مدرب المنتخب. يعني قمة كرة القدم السعودية المنتخب السعودي، وقمة المنتخب السعودي المنتخبات السعودية المنتخب الأول، وقمة المنتخب الأول مدرب المنتخب. لما الإعلام يتعامل مع هذه القمة بأنه أرسل واحد جاي يقول أبغى أصير صحفي، يقول له رح سوي مقابلة، هذا الشيء هنا الإشكالية. أنا لما يجي واحد زي صالح بن ناصر، زي خالد التركي، زي الناس اللي أنا ما أتكلم عن نفسي، أنا أقول أكثر واحد صار في مرمى السهام أنا، المتنبي يقول يعني وصلت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال عن النصالي، ما عاد صار يعني بالنسبة لي تعودت يعني، وصدري رحب، وأنا عندي طلاب بالجامعة، وعندي أروح أحيانا أخذ ولدي من المدرسة ويجون الطلاب يسألوني ولا ينتقدوني، ما عندي مشكلة. بس أنا أقول إن في ناس تركوا الرياضة زي خالد التركي، أنا ضربت مثال بخالد التركي تحديدا في البرنامج، تركوا الرياضة لأنه ما في آلية لمن ينقد من. قضية خط قضية الشنب اللي زعلت، أنه أنا أتكلم عن الطفل الصغير اللي ما بعد خط الشنب، يعني أتكلم عن أبو 15 سنة. 15 سنة لا يفترض أنه يكون إعلامي ويمسك قلم ويكتب في مقال، واللي يطلع في التلفزيون، واللي يمسك ميكروفون. اللي ما بعد خط الشنب مو الإنسان اللي حلق شنبه، لا، اللي ما بعد خط الشنب الطفل الصغير. أنا ما أبغى، أنا أقول لك إذا الكلمة ضايقت أحد أو وجدوا فيها أنها، والله أنا أعتذر لأي شخص يعني الكلمة، ولكن يجب على الخير أرجع مرة ثانية أقول من الظلم أن احنا نترك الكل ونأخذ الجزء. من الظلم أن احنا نجي مثلا برنامج رائع زي برنامج كورة، واحد أخذ جائزة أفضل إعلامي في 2011، لو أنك أنت في يوم من الأيام زل لسانك وقلت كلمة في أي لحظة، أجي أقول والله يلغي تاريخ تركي العجمة، أقول والله تركي العجمة قال ذيك الكلمة وخليها هي الموضوع واكتب مقالات. انتحار الشوارب، مبروك الحبيب العزيز صالح الطريقي، أنت أفضل صحفي لأنه شنبك أكبر شنب، مدري يعني ملاحق ومقالات وبرامج. يعني صراحة تحس أنه يعني لا يعني مع احترامي أن نترك كل القضية ونمسك كلمة، وكان حنا نقول أنه إن احنا بس نتصيح تصطيح، انت حسيت تصطيح جدا. طيب يعني دكتور خلينا نروح لموضوع ثاني، نطلع شوي من رابطة المحترفين، نبغى نتكلم عن احنا طرحنا قبل تقريبا اسبوع موضوع اللاعب مجهول الهوية اللي راح نادي الاتحاد، او الشاب مجهول الهوية اللي راح نادي الاتحاد واقتنعوا فيه الاتحاديين وكانوا يرغبون في تسجيله، ولكن لانه ما عنده اثبات او بطاقة احوال قالوا له ما نقدر نسجلك. واحنا عشان نقف على حقيقه الموضوع احنا سالنا عبد الله غراب وقتها كمدرب الاتحاد، قال انا اقنعني الشاب بشكل جدا كبير وخامه ممتازه، عمره 16 17 سنه وممكن او 19 سنه ما اذكر العمر، بس في هذا في هذا العمر، بس ما قدرنا نسجله انه ما عنده اثبات هويه كمواطن سعودي. وذكر الشاب انه في ناس كلمونه نطلعك الكويت نوديك البحرين نوديك قطر نوديك الامارات. في اجتماع غدا للجنه الاولمبيه لمناقشه الموضوع، ايش ممكن يقول عنه دكتور حافظ؟ والله شوف الموضوع ترى قديم، يعني الامير سلطان بن فهد الله يمسيه بالخير في اجتماعات الاتحاد الاولى كان يتكلم عن الناس اللي مثلا بالذات في منطقه مكه المكرمه، في كثير من الناس اللي لم تثبت هوياتهم، بعضهم ولد في السعوديه وعاش في السعوديه وكذا، وبعضهم يعني فتح له باب في دول اخرى. الان يمثل بعض المنتخبات الخليجيه لاعبين ما وجدوا فرصه في السعوديه لانهم لا يملكون الجنسيه، وحنا موضوع الجنسيه عندنا صعب. ففي ناس ولدوا فطرح افكار، من ضمن الافكار اللي طرحت انه في درجه الشباب يسمح بتسجيلهم كلاعبين اجانب في فتره معينه، واذا اثبت جديته يبحث موضوع تجنيس. في من قال، وهذه فكره جدا انا ارى انها راعي، انه انديه الدرجه الاولى طالما انه ما فيها لاعبين اجانب يسمح لانديه الدرجه الاولى بتسجيل هؤلاء اللاعبين ويلعب في دوري الدرجه الاولى، خله يلعب سنه سنتين، اذا اثبت وجوده انديه في الممتاز تبغى تستقطب هذا اللاعب ايضا ينظر في موضوع. لكن الان اللي صاير نحن قاعدين نصدر لاعبين للخليج والدول الاخرى
من الناس اللي ولدوا وترعرعوا وعاشوا في السعودية ويعني ما تستجمون الكرة السعودية. أبو بدر رأيك في هالموضوع تحديدا؟ والله أنا أعتقد هو شوف اللاعب وغير اللاعب يعني كثير من الجنسيات اللي أقاموا في البلد وولدوا وترعرعوا في البلد وأصبح انتمائهم وجزء من البلد، هذا يجب أن تعالج يعني موضوعهم معالجة جدية يعني الآن لا يترك الموضوع بهذه الصورة. ومن ضمنهم أيضا هؤلاء النجوم أو اللاعبين يعني بحق الإقامة بحق اللاعب، لأنه أعتقد عالميا يعني حتى ما هي ما هو شيء يعني خطأ أنك كل دول العالم تنهج هذا النهج، وكثير من اللاعبين دول الخليج بعضهم طلعوا من عندنا من هنا. هو طالما أنه يعالج الموضوع بصورة تكفى الأول للبلد أو للوطن حقه طبعا من ناحية أمنه من ناحية أنظمته إلى آخره، وتكفى أيضا لهؤلاء حق الإقامة لأنهم جزء يعتبرون من الوطن وانتمائهم. طيب حنروح الفاصل، قبل ما نروح الفاصل نجدد الدعوة اللي أعطانا فيها الضوء الأخضر الدكتور حافظ مدلج للأخوان في KPMG أستاذ عبدالله الفوزان وأستاذ طارق السدحان، ونقول لهم عشان نسهل المهمة عليهم ما نبغى تفاصيل نعرف زين كم دفعت، ولا نبغى نعرف طيران الإمارات كم دفع، ولا نبغى نعرف تويوتا كم دفع بشكل مفصل. أعطونا الرقم الإجمالي، بس نبغى الرقم الإجمالي، هو 10 مليون هو مليار، أعطونا الرقم الإجمالي إذا عندكم مشكلة في التفاصيل، لأنه سكوتكم وسكوت الشركات حولت الدكتور حافظ المدلج ومحمد النويسر إلى مستفيدين بغير حق في وجهة نظر الناس، أنه الناس الآن تعتقد أنه الدكتور حافظ المدلج ومحمد النويسر حطوا فلوس في جيبهم بسبب سكوتكم وسكوت الشركات. إذا يهمكم أنه تبرأ ساحة الدكتور حافظ المدلج أمام الرأي العام، وأعتقد أنه أمر مهم جدا، وتبرأ ساحة الأستاذ محمد النويسر أمام الرأي العام، شوفوا لنا حل في موضوع إعلان الأرقام عشان الناس تهدى وتبطل اتهامات. فاصل قصير بعد هنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في هذا الجزء من الحلقة، مواقع التواصل الاجتماعي كرة روتانا دوت نت، وإيميل البرنامج كرة شو على الفيسبوك، كرة روتانا على يوتيوب وتويتر، دكتور حافظ مدلج والأستاذ عبدالله الضويحي هم ضيف الحلقة. دكتور بشكل سريع أبغى أسألك عن كل الناس تقول أنه أنتم اللي سويتوه وتتباهون فيه كان بإجبار من الاتحاد الآسيوي. والله شوف الاتحاد الآسيوي له دور كبير، يعني اللجنة اللي شكلت الأدهوك كوميتي حق الدوري المحترفين في الاتحاد الآسيوي وضعت معايير 10 وقالت اللي يبغى يشارك في دوري أبطال آسيا لازم يكون مطبق هذه المعايير. احنا وجدنا عندنا ولله الحمد البنية التحتية موجود لنا 8 معايير تحتاج تطوير، لكنها 8 و2 ما كانوا موجودين لتحويل الأندية إلى كيانات تجارية وهيئة دوري المحترفين، فأنشأنا الهيئة واستصدرنا شهادات تجارية للسجلات التجارية للأندية لكي نحقق مشاركة الأندية السعودية. فمن هذا الجانب بدون أدنى شك الاتحاد الآسيوي له دور، لكن النقطة اللي كثير ناس ما يناقشونها آسيا فيها 47 اتحاد، اللي نجحوا في المرة الأولى 8 وفي المرة الثانية 10 وفي المرة الثالثة 12 يعني، والسعودية كانت طول الوقت تتراوح ترتيبها بين الثالث والرابع، فإحنا في جهد بذل أنك تكون واحد من الناجحين القلائل من 47 اتحاد، هذه تحسب للأيه. في الكويت اللي طلعتنا من بطولة الخليج لم تنجح، البحرين اللي طلعتنا من كأس العالم 2010 لم تنجح، الأردن وسوريا اللي طلعونا من كأس آسيا 2011 لم تنجح، في يعني اتحادات أقدم من الاتحاد السعودي ومنتخباتها الآن في فترة الحالية أقوى من المنتخب السعودي، ومع ذلك رابطتها أو اتحادها لم يستطع أن يحقق المعايير ولم ينجح ولم تشارك أندية بطولة أبطال آسيا. لذلك أنا أقول نعم الاتحاد الآسيوي وضع معايير، نعم الاتحاد الآسيوي وضع اختبار قوي، لكن نعم هيئة دور المحترفين برئاسة الأمير نواف بن فيصل نجحت في هذا الاختبار من ضمن عدد قليل من الناجحين. طيب الموضوع رابطة اللاعبين دكتور، شوف رابطة اللاعبين عن رابطة المحترفين، شوف الأمير نواف بن فيصل هي أنا برأيي أن أهم قرار من القرارات اللي صارت في الاجتماع الأخير هو موضوع الجمعية العمومية. الآن لما تروح كل سنة في كونغرس للفيفا وكل سنة في كونغرس للاتحاد الآسيوي، لابد يكون في كونغرس لكرة القدم السعودية اللي هو الجمعية العمومية. الأمير نواف بن فيصل هذه الجمعية موجودة من زمان في اللوائح في الأنظمة لكن لم تفعل. الفترة الأخيرة في جهد بذل من قبل الدكتور صالح بن ناصر والأستاذ أحمد عيد وماجد قاروب، وراحوا للفيفا اجتمعوا معهم وخذوا أفضل التجارب ووضعوا جمعية عمومية مكونة من 63 عضو
رأس رئيس الاتحاد ممثلة من الأندية الدرجة الممتازة كلها، ممثلة من الدرجة الأولى كلها، فيها 6 ممثلين لأندية الدرجة الثانية، 10 ممثلين لأندية الدرجة الثالثة، 5 ممثلين لرابطة دوري المحترفين، 3 ممثلين من اللاعبين المحترفين، 3 ممثلين لاعبي الهواة، وممثلين 2 ممثلين الحكام، 2 ممثلين المدربين، وممثلين لذوي الخبرة 3. اللاعبين المحترفين الآن لازم يكون لهم رابطة للاعبين المحترفين تنتخب هذولي. يعني الآن أنا الأندية أندية الدرجة الأولى كلهم ممثلين، ما عندك مشكلة، يعني كل نادي بيقول هذا ممثلي في الجمعية العمومية. أندية الدرجة الثانية لازم يطلع منهم من الدرجة الثانية 6. الأندية الدرجة الثالثة حوالي أكثر من 100 نادي، يمكن 120 نادي. 120 نادي هذولي لازم يختارون فقط 10 أشخاص، فلازم يصير عندهم يعني بمعنى أو بآخر طريقة معي. ولذلك الأمير نواف نوع من التجمع والتكتل. الأمير نواف شكل لجنة يرأسها أحمد عيد، عضوية محمد النويصر وفيصل الخريجي وهويم العجمي وعبد الله السهلي. طبعا يعني يمكن الأسماء اللي ما تعرفها، هويم العجمي هذا مسؤول الأندية في رعاية الشباب، وفيصل الخريجي مسؤول الشؤون القانونية. فهذول يبغون الآن خلال شهرين من الآن لابد أنهم يجيبوا لنا 63 اسم. مين اللي يرأس رابطة اللاعبين؟ إلى لا ما تحدد. ولذلك الآن شغل أحمد حيعين مثل معير لا أحمد عيد الآن ما أقدر أتدخل في شغله، ومفترض أن يكون ضيفك القادم في البرنامج. أحمد عيد الآن عليه جهد أنه هو والأربعة اللي معه هذولي يروحون يشوفون الفورمولا الصحيحة، لأنه أنا أجمع اللاعبين تشكيلة، واللاعبين لازم يختارون 3 يمثلونهم، واللاعبين الهواة أيضا لازم يختارون لاعبين يمثلون. يعني أنا اللي أفهم أنه رئيس رابطة اللاعبين ما راح يكون زي رئيس رابطة المحترفين بالتعيين، راح يكون بالانتخاب. لا لا بالطريقة اللي تراها اللجنة، ما أبغى أدخل في شغل اللجنة. قد يكون يوضع كريتيريا، ممكن يقول لك لازم يكون مثلا منتخب هذا العدد من المباريات، ممكن يقول لك لازم يكون حقق هذه الإنجازات، ممكن يقول لك لازم سيرته يعني الأخلاقية في الملاعب كذا، ممكن يقول لك لازم يكون مع الشهادة. يعني القضية هذا شغل أحمد عيد واللي معه بيضعون خلال الفترة الجاية أسلوب لاختيار هؤلاء اللاعبين. هل يكون اللاعب على فكرة لاعب ممارس يلعب الحين، ولا لاعب معتزل حديثا، ولا لاعب حتى معتزل قديما؟ أيضا هذا شغلهم هم، يعني هم اللي أبو بدر. والله ما يعني هو يفترض انه إذا اولا كل الاسماء اللي تشكل الجمعيه العموميه هذه ما في غبار قضيه انه ممثل الانديه، لكن لما تجي تقول ممثلين لاعبين الهواة، ايضا لاعبين الهواة كيف تبغى تحدد ممثلينهم؟ هل سيتم انتخابهم عن طريق اللاعبين الهواة انفسهم، او في ايضا تشكيل رابطه للاعبين الهواة؟ لانه ايضا هذا شغل احمد هو هذا السؤال، هو هذا السؤال العيد. اتوقع انه راح يوضع كريتيريا معينه او مواصفات معينه، انت يا ممثل لاعبين من يحق لك الترشح ممثلا للاعبين الهواة او اللاعبين المحترفين في الجمعيه العموميه لازم تنطبق فيك الشروط التاليه. من اللاعبين كم واحد فيها الشروط؟ ممكن نلاقي لنا مثلا وجدنا 10 لاعبين كلهم تنطبق عليهم طيب شروط الدخول الجمعيه العموميه، كيف اختار الثلاثه هذولي؟ طيب العشره هذولي هل كلهم ودهم؟ اذا صاروا اي ودهم بعدين عاد في اليه، الله اعلم. هذا السؤال. احنا نتكلم عن الاليه اللي ايضا، لان انت جالس الان تكرس تقريبا ثقافه الانتخاب. احنا محتاجين انه كل رابطه اعلن عنها انه تطرح اليتها للاعلام حتى يعرفها. دكتور، قبل امس كان معنا الاستاذ مصرح المسلم، اعلن من خلال البرنامج انه لا يرغب ابدا في ترشيح نفسه هو والاستاذ ابراهيم الربدي للانتخابات القادمه لاتحاد القدم، وعلله هالموضوع انه احنا سوريين او الى حد ما الاوضاع يعني ما ساعدتنا، ونحن المنتخبين الاعضاء المنتخبين ولسنا الاعضاء المعينين، لا توكلنا مهام حقيقية حيوية فاعلة، وبالتالي إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه ليست لدينا أي رغبة في ترشيح نفسنا للانتخابات القادمة اللي جاية في الفترة القادمة. تعليقك على هالكلام دكتور. والله شوف، أولا زملاء عزة وما أقدر أقول عنهم يعني أكثر من أنهم كان لهم إسهامات مهمة. أنا أعتقد أن إبراهيم الربدي في فترة معينة كان يعني عضو فاعل في اللجنة الفنية، أعتقد أيضا يعني أخوي المسلم كان أيضا عضو فاعل في اللجان، برأس وفود منتخب سافرت ولعبت مباريات مهمة. الفترة الأخيرة يمكن النقطة اللي أثيرت أنه المنتخبات الفترة الأخيرة ما عاد صار يروح معها عضو اتحاد، لأنه رئيس إدارة المنتخبات الأخ محمد المشعل هو عضو اتحاد، فأصبح يقوم مقام يعني بس زعلهم. أنا قصدي أقول لك طموح عضو الاتحاد أنه يرأس وفد؟ لا، أنا أقول لك أنه هذه جزئية، لكن الآن مثلا محمد السراح يعني بيصير هو مدير البطولة القادمة، البطولة العربية القادمة، محمد السراح هذا عضو منتخب، أحمد الخميس عضو منتخب ويعني شارك في لجان كثيرة،
يعني ما تحضر. أنت شايف أنه ما في مبرر للكلام؟ لا، أنا قصدي أقول قد يكون، أنا ما ألوم، هم اللي يقدرون يبرروا وجهة نظرهم، لكن أنا أشوف أنه أعضاء الاتحاد كلهم ساهموا وكلهم بذلوا. هم ما يشوفون نفسهم أنهم ساهموا دكتور؟ ربما أنهم يبغون يساهمون أكثر، وهذا شيء يحسب لهم إيجابي، وأتمنى أن نفتح لهم فرصة أنهم يساهمون أكثر. أستاذ عبد الله، كيف تقرأ التصرف الأستاذ مصلح مسلم وإبراهيم الربدي؟ والله شو هو، أنا زي ما قلت لك، طبعا أنا ما أدري شو اللي يدور في اتحاد كرة القدم، لكن سألت الدكتور قبل شوي أنه ما أعتقد طموح أي منتخب في اتحاد، في اي اتحاد كاس القدم ولا غيره، انا جاي عن انتخاب، ما هو طموحي ان انا ارأس وفد. يعني هو طموحه انه يعمل، وطموحه انه يعطى يعني يوكل مهمات واضحه للعيان، فاعله ومؤثره. قضيه انه ما اشتغلوا، هذا شيء يرجع، هذا رايهم هم، انا لا استطيع ان احكم عليه، لكن انا معهم. اذا انا بدخل اي جهه كانت وانا لن اعمل، فطبعا من الافضل لي انه انا ابتعد. انا ارجع مره ثانيه واقول، بس انا ما ادري عن الظروف، انهم جميعهم اعضاء في لجان وجميعهم بذلوا جهد، انا يحسب لهم، اقول انهم يبغون يشاركون مشاركه اكبر، هذا شيء يحسب لهم، لكن انا اقول وجهه نظري انه بالذات الزميلين وغيرهم راسوا بعثات، شاركوا في لجان، ساهموا في صياغه قرارات، وكان لهم ادوار كبيره، حتى في جلسات المجلس صوتهم كان جدا مؤثر. طيب خلينا نروح لفقرتنا الأسبوعية، ما نقدر نتجاوزها، البانوراما الكرة الإيطالية، يزعلون علينا بعدين. تغلب نابولي في ذهاب دور 16 من دوري الأبطال على ملعبه الملتهب سان باولو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على حساب تشيلسي. تقدم خوان ماتا للبلوز وعدل فيتزي لنابولي قبل أن يضيف كافاني الهدف الثاني قبل صافرة نهاية الشوط الأول، وعادل فيتزي لمضاعفة جراح تشيلسي ليضيف الثلاثية التاريخية لنابولي. وفي ذات الشأن رفض مارسيليا في الدقيقة الأخيرة من ذهاب دور 16 لدوري الأبطال أن يخرج الإنتر قبل أن يصيبه أندريا آيوا بجرح عميق برأسيته الجميلة في الدقيقة الأخيرة، ليحصد مارسيليا فوزا مهما للغاية في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال بهدف نظيف، وذلك انتظارا لموقعة الحسم في الإياب. كشف جينارو غاتوزو لاعب خط وسط الميلان عن رغبته في العودة للعب كرة القدم مع الروسينيرو مهما كلف ذلك من ثمن، وذلك في ظل انتهاء عقده في صيف العام الحالي. وكان صاحب 34 عاما قد غاب عن مباريات الميلان الرسمية منذ أولى مباريات أبطال إيطاليا في الدوري الإيطالي هذا الموسم ضد لاتسيو بسبب أزمة عصبية تسببت بازدواجية رؤية في عينه اليسرى. ورغم عودته للملاعب سابقا عبر مباراة ودية ضد باريس سان جيرمان في دبي، عانى رينو من انتكاسة في حالته المرضية جعلت من التكهن بموعد عودته أمرا غير ممكن في الفترة الحالية، مما دفع بعض وسائل الإعلام بالتكهن بإمكانية رحيله إلى فريق آخر بعد نهاية عقده أو اعتزاله عالم كرة القدم. إلا أنه صرح لقناة ميلان شانل قائلا: من يعرفونني جيدا يعلمون أنني أعيش لكرة القدم، عمري 34 عاما وأنا لا أزال شابا بالنظر لفكرة الاعتزال، أفتقد لأدرينالين المعارك الكروية وأنا جاهز حتى للعب مجانا، لقد أخبرت نائب الرئيس أدريانو غالياني بذلك. نفى الإداري الباريس في روما فرانكو بالديني التقارير الإخبارية التي تتحدث عن عودة لويس إنريكي المدير الفني للفريق إلى برشلونة لخلافة بيب غوارديولا الذي ينتهي عقده مع البارسا بنهاية الموسم الحالي. وكانت عدة تقارير صحفية قد تحدثت عن عودة صاحب 41 عاما لتدريب الفريق الأول للنادي الأسباني بعدما تولى مهمة تدريب فريق الشباب برشلونة بي وانتقل منه لدكة بدلاء روما بداية الموسم الحالي. بالديني نفى الأمر تماما وأكد على نفي وجود شرط جزائي يسمح للمدرب الإسباني بالرحيل، مضيفا لصحيفة الكوريري ديلو سبورت: لويس إنريكي لن يذهب إلى أي مكان، هو سيبقى في روما حتى عام 2013 ولا يوجد أي شروط جزائية في عقده. مباريات الجولة السابقة. مباريات الجولة القادمة.
الترتيب العام للكالتشيو الإيطالي. يأتي ميلان في صدارة ترتيب فرق الدوري الإيطالي بخمسين نقطة. في الوصافة يأتي يوفنتوس بتسعة وأربعين نقطة. أودونيزي يأتي ثالثا باثنتين وأربعين نقطة. وبذات الرصيد يأتي لاتسيو في المركز الرابع، فيما يحل روما في المركز الخامس بثمانية وثلاثين نقطة. نابولي في المركز السادس بسبعة وثلاثين نقطة. ويأتي إنتر ميلان في المركز السابع بستة وثلاثين نقطة. باليرمو يحتل المركز الثامن بأربعة وثلاثين نقطة. هدافو الدوري الإيطالي: لاعب فريق أودينيزي أنطونيو ديناتالي بسبعة عشر هدف. لاعب نادي إي سي ميلان زلاتان إبراهيموفيتش بخمسة عشر هدف. لاعب نادي نابولي أديسون كافاني بخمسة عشر هدف. فريق الجولة الرابعة والعشرين من الكالتشو الإيطالي: في حراسة المرمى حارس مرمى نادي كييفو سورينتينيو، في خط الدفاع مدافع نادي يوفنتوس كيليني، مدافع نادي بولونيا راقي، مدافع نادي كالياري أستوري، في خط الوسط لاعب نادي يوفنتوس بيرلو، لاعب نادي باليرمو باريتو، لاعب نادي إي سي ميلان إيمان ويلسون، لاعب نادي نابولي هامسك، لاعب نادي ليتشي كوردادو، في خط الهجوم مهاجم نادي نابولي كافاني، مهاجم نادي بولونيا ديفايو، مدرب الجولة مدرب نادي بولونيا ستيفانو بيولي. نشكر الزملاء في موقع روما للأبد. فاصل قصير بعده نعود للجزء الأخير من الحلقة. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في الجزء الأخير من الحلقة. مواقع التواصل الاجتماعي كالعادة تظهر على الشاشة. دكتور حافظ مدن الجوس عبد الضوحي مضيفة حلقة اليوم، فقرتنا اليومية بين قوسين مقال عبد العزيز الدغيثر. في فقرة بين قوسين لهذه الحلقة اخترنا لكم مقالة الكاتب عبد العزيز الدغيثر بصحيفة الجزيرة، والتي حملت عنوان هل نطير من أستراليا أم نهبط للمجهول، حيث بدأ الكاتب مقالته بالعبارات التالية: بصراحة لست من يتشائم حتى لو كانت الفوارق أحيانا لا تشجع، فالإنسان دائما يعيش على الأمل، وأعتقد أن كل السعوديون أملهم بالله أولا ثم بلاعبي المنتخب الأول الأربعاء القادم في أن يكونوا في الموعد وأن يقاتلوا في سبيل الفوز وكسب الثلاث نقاط أمام أستراليا، والتي بغيرها لن يكون لنا وجود في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2014 في البرازيل. وأضاف الكاتب: من وجهة نظري الشخصية لا مستحيل مع الإرادة وإن أرادها شبابنا، فكرة القدم لا تعترف أبداً إلا بالآداء والعطاء المتواصل داخل الميدان طوال التسعين دقيقة مع نظرة فنية موفقة من قبل الجهاز الفني وقراءة الخصم بعناية، والتي أعتقد أن المدرب ريكارد يستطيع قراءة الأمور في أول دقائق المباراة، فالمنتخب الأسترالي ليس بغريب عليه حتى ولو لعب باللاعبين الغير محترفين، وكل ما هو مطلوب من أجهزتنا الفنية والإدارية تهيئة اللاعبين تهيئة مثالية وإبعادهم عن الشد العصبي والتوتر وجعل كامل تركيزهم على الأداء، فتسهيل الأمور أمامهم وعدم تصعيبها هي أحد عوامل حسم اللقاء متى ما كان اللاعبين في يومهم، والذي ندعي لهم جميعا بالتوفيق وأن لا يخيبوا أمل أبناء هذا البلد. طيب، كان هذا بقال الزميل عبد العزيز الدغيثر في صحيفة الجزيرة. أبو ركان، بقي على الوقت دقيقتين فقط، أتركهم لك أنا أبو بدر، راح أتركهم لك تقول فيهم اللي تبي. أعذرني لو كانت الأسئلة شوي قاسية، لكن دوري أنا في نهاية المطاف أنقل تساؤلات الناس أمامك على الطاولة، وأترك لك كل المجال لتعطي الإجابات والتوضيح. مش بالضرورة أنا أتبنى كل ما طرحت،
ولا بالضرورة أنه أنا أرفض كل ما طرحت، لكن أنا دوري أنه أنا أخذ هذه التساؤلات من الناس وأنقلها لك. فلو قسيت شوي أرجو أنك تعذرني، أترك لك الدقيقة القادمة تقول فيها اللي تبس. يجب أن تكون قاسي وإلا ما كان للأسئلة قيمة. لا عشان تكون مقابلة لها قيمة ويوضح اللي في رأسه. أنا سبق وكتبت مقال قبل أسبوعين أقول فيه who needs enemy when you have friend like this، يعني بمعنى أنه من يحتاج إلى أعداء إذا كان أصدقائك قاسين زيك. لكن قسوة محب ندف من المصلحة العامة، ولذلك أتقبل بصدر رحب. لما يكون النقد للعمل صدقني لن تجد أرحب صدر مني، لكن حينما يكون النقد في شخصنا وفي يعني تعريض غير صحيح ومو مبني على دليل، هذا اللي زعل. أنا أقول للإعلام الرياضي، يمكن أنت قلت بين يعني وإحنا تحت الهواء، أنه لو يجي واحد يقول والله فلان من الناس هو أسوأ من عمل في هذا المجال وأعماله كذا وكذا وكذا وناقشت عمله، ما حد يقدر يقول شيء. لكن لما يقول والله فلان وأعيب عليه في بقضية فيها نوع من الشخصنة والتقصد وكذا، هذا الشيء اللي زعل. لكن أنا أقول سامح الله الجميع. النقطة الأهم اللي أنت طرحتها وأنا أعتقد أنها تشغل بعد، موضوع الشفافية. الأمير نواف بن فيصل حريص على الشفافية. عقود رابطة المحترفين السعوديين وقعتها شركة صلة الرياضية، وشركة صلة لديها كافة الأرقام وكافة العقود. شركة صلة العقود اللي توقعها والدفاتر تشرف عليها شركة KPMG، والعمل كله الأرقام هذه كلها ستطرح خلال الأسبوع القادمة أمام ممثلي الأندية. والغمامة أو الضبابية اللي يتكلم عنها البعض ويعتقد أنها تحيط بهذه الأرقام ستزول. أتمنى أنا أضم صوتي لصوتك وصوت الجميع. أنا حريص على أن الناس كلها تعرف كل ريال في هذه العقود أين صرف وكيف صرف. الجواب موجود عند شركة صلة الرياضية، موجود عند المراقب القانوني KPMG، موجود أيضا عند طلال أبو غزالة اللي هو مراقب داخلي. يعني لو العملية ما بعملية سايبة، مو موضوع متروك أنه كل واحد يتصرف في هذا المال العام على كيفه. هناك جهات مسؤولة، وطيران الإمارات وماستر كارد وتيوتا وزين أيضا لا ترضى بأنه هذه المبالغ يعني تهدر أو تروح في أي مجال. الإجابة عند هذه الجهات مجتمعة. نرجع نشوفك مرة ثانية في البرنامج دكتور. أكيد أي وقت. دكتور حمد شكرا جزيلا لك. أبو بدر شاكرين لك أول شيء، يعني أعطانا فرصة لظهورك التلفزيوني الإعلامي اللي أنت منقطع عنه لفترة طويلة. أشكرك كثيرا أنك أنت ساعدتني على أبو ركان، لأنه حريصين في مثل المواضيع أنه يكون في معنا ضيف عنده قيمة صحفية مهمة، ساعدنا وخفف من مهمتي. أشكرك، أترك لك الكلمة. الله يخليك، شكرا. لا أنا أشكر لكم أيضا في روتانا، أيضا أبارك لك وأنا متأخر، لأن إحنا بدأنا الموضوع ما حبيت أبارك لك في البداية عشان أقطع الموضوع. وهي أعتقد التهنئة ما هي لك فقط، ولكن أيضا للإعلام الرياضي السعودي بصورة عامة. لكن أحب أختم بكلمة مهمة جدا، قضية أن التغيير مهم، يعني لابد من أن التغيير هو عامل إيجابي أيا كان، لكن الأكثر أهمية أن يكون هذا التغيير نحو الأفضل. نحن مقبلون على مرحلة مهمة جدا، القرارات اللي صدرت أعتقد أنها تمثل، ما نقول نقلة تاريخية عشان نبدأ نبالغ في كل ما سوينا قرار قلنا نقلة تاريخية، ولكنها كانت مطلوبة. خطوة اليوم للأمام، خطوة للأمام. اليوم إذا لم تغير ستغير، إذا لم تتحرك كما يتحرك الآخرون، إذا غيرك الآن يتحرك بأربع خطوات وأنت ما تتحرك إلا بخطوة واحدة، معناه أنك ما تقدمت، يجب أن تتحرك مثلهم. فالمرحلة القادمة مرحلة مهمة جدا، مرحلة الشفافية ومرحلة الوضوح ومرحلة العمل. شكرا لك أبو بدر. عفوا. قبل ما أودعكم بس أذكر، بس جتني رسالة لازم أقولها. تنطلق غدا فعاليات القوات الجوية 15 تحت شعار دورة الولاء والوفاء لصاحب السمو الملك الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله، والتي تقام بالصالة الرياضية بالقاعدة الجوية بقاعدة الرياض الجوية. في بعد معلومة مضافة، بس الجوال بسرعة عشان الوقت المخرجي. طبعا راح يحضر الافتتاح نيابة عن قائد القوات الجوية معالي الفريق محمد العايش، اللواء الطيار ركن عبد اللطيف الشريم قائد قاعدة الرياض، بمشاركة 1500 لاعب من جميع قواعد المملكة. ارسلونا الخبر ولازم نقول الخبر للأخوان. موعدنا إن شاء الله غدا 11:30 في أمان الله. شكرا دكتور.